متى متى عدد متى متى وقد يفوق هذا السلاح. سيد مخلد تقول متى اقليم كردستان مجلس امن اقليم كردستان اصدر بيان وقال ان كتائب حزب الله هي وراء الموضوع، تعتقد ان الحكومه قادره على القاء القبض وانهاء وجود كتائب حزب الله في العراق؟ وانت تعرف من داعمها، ايران داعمتها بالتاكيد غير قادره، بالتاكيد غير قادره الحكومه على القيام بمثل هكذا اعمال في الوقت الحاضر. الحكومه لديها يعني وضع متازم، لديها الكثير التي تحاول ان تفكر به، بالاضافه الى ذلك اليوم الحكومه حكومه تصريف اعمال غير قادره على الايفاء بمتطلباتها. لذلك نحن نتكلم عن 18 سنه من الفساد والاستشراء والحكومات المتعاقبه التي لم تستطيع ان تبني مؤسسه حقيقيه قادره على ان توفر الضمان والأمان للمواطن العراقي. هذا الضعف في المؤسسات الدولة وفي المؤسسة الأمنية بالذات هو جعل كثير من الدول يعني يستهينوا بالعراق وباسم العراق ويستطيعوا أن يستبيحوا أرض العراق. الكثير اليوم من المنظمات الإرهابية موجودة في شمال العراق، الكثير ممن يدخلوا ويخرجوا بدون فيزا إلى العراق. هذه كلها يعتبر يعني كسر لهيبة الدولة، لا توجد سيادة حقيقية يا سيدي. اليوم عندما نرى الوحيد هو الأمم المتحدة هي مهتمة بالوضع العراقي، عندما نرى إحاطة بلاس خارت عندما ذكرت في مجلس الأمن، يعني حقيقة هذا شيء مفرح. والبارحة أكدت في خطابها عندما قالت أن لا يمكن قيادة بلد بواسطة أشخاصهم لديهم سلاح، أي بما معناه هذه الكلمة يجب أن يفهموها السياسي أن هنالك في الحكومة الحالية هنالك أشخاص سياسيين صباحا وفي الليل تجد لديهم أسلحة وميليشيات ومجموعات يقومون بما يحلو لهم. هذا كله يعني المجتمع الدولي اليوم ينظر للعراق. سيد مخلد دعنا نشرك بالحديث السيد علي الفيلي، نجد تحية بك ثانية سيد علي. هل هنالك علاقة لربما بين الهجوم على أربيل بطائرة مسيرة وبين إدانة إيران في اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ يعني نحن لا نستطيع أن نقول هناك علاقة مباشرة، ولكن يجب أن نبحث عن المستفيد والمتضرر من هذه الهجمات. هذه المجاميع المسلحة بالحقيقة هم وداعش وجهان لعملة واحدة، وداعش خدمت هذه المجاميع كثيرا. يعني لولا داعش لم يصبح سلاح هذه المجاميع سلاحا شرعيا. هذه الشرعية المزيفة التي حصلوا عليها هي من خدمات داعش التي قدمتها لهم، فهم مع داعش أحدهم يكمل الآخر والاثنان مستفيدون من وجود الآخر، كانوا على اتفاق أو غير اتفاق. فلهذا الجهات الفاعلة هي واضحة، نفس الجهات السابقة كل مرة يعني تبريرات واهية وأعذار واهية لا تسلك عقل أي إنسان سليم. واليوم أيضا نرى لحد الآن لم يعترفوا لكن واضحة، لكن المهنية اللي يتمتع بها الأجهزة الأمنية في حكومة إقليم كردستان والسياسيين يجعلنا لا نستبق الأحداث بإطلاق التهم على هذه الجهة وتلك، رغم أنه الفاعل واضح حتى تكمل التحقيقات، وبعد التحقيقات نشير بأصابع البنان إلى الجهات التي تقف وراء هذه العمليات الإرهابية.